أبو عبد العزيز، ضبط الفصل إذا كان كلهم من هالحالة مثلا. طبعا هم يختلفون. كم عدد المقدر يعني؟ 8 طلاب تقريبا. 8 طلاب يعني يزيد أحيانا بس دائما الحد العام 8 طلاب. فهم يختلفون قدراتهم من ناحية التعليمية، هذا يختلف عن هذا، هذه حروف، هذه كلمات، هذا. لكن بالنسبة لضبط الفصل تراهم يفهمون، يعرفون أنك شديد، يعرفون أنك مرتخي. فحاول أن يجسون نبضك في البداية، يتكلم، يلعب، يشوف كذا، شدت معه أنضبط. وهذه بقول قصة المعلمين يعني. مثل المعلمين، نعم. طلاب يفحصون المدرس، سووا الحصتين، نعم، سووا له يسوون التست. في قصة أنا بذكرها لكم على طار أنهم يعرفون ويعرف يعني عندهم الدعابة عندهم ذا. في طالب كنت أتكلم عن الترويش، لازم واحد يتروش الحالة. قال لي طالب، طبعا كان من مو من الداون، من التأخر العقلي، قال أستاذ أنا ودي أني أتروش لحالي. قلت ليش؟ قال لازم أمي معي. قلت أمك معي في نفس دورة المياه؟ قال لي لازم تعطيه شامبو وتحطه. قلت طيب مشكلة. وكلم أبوه، قلت خلي الولد يتروش حاله. شو قال؟ لا أنا خاف عليه. قلت خلي يا رجال. عاد أبوه يقص لي القصة اللي صارت، هي قصة مضحكة شوي. ما بعد قلت خلي الولد يتروش، جهزنا لدورة المياه، قلنا يلا ادخل تروش. وأنا وأمه عند الباب وهو ملكع شوي، يقول طاح. إذا قال طاح خافوا ودخلوا عليه الحمام، وهو ما طاح أصلاً. فهب يقول جلس ثلاث ساعات الأبو والأم عند باب، عند غرفة العمليات عند الباب. هو شو يقول؟ يقول طاح يدخلون عليه. يقول ثلاث ساعات جلس في الحمام. لا لا هب يقول هبل فينا جننا. يختبرهم يختبرهم. آخر شيء قلنا له سوي ثبي. عقبة عجاني الأبو قال والله جزاك الله خير، الناس صار يسبح لحاله يعرف. فلعب عليه بلعب. هنا نوال بنت